بداية أستاذ محمد، قضية الأمن في دارفور تتعقد بمرور الوقت. عدم تشكيل القوى المشتركة التي أعلنتها الحكومة لتحل محل يوناميد أيضا ما زالت لم تراوح مكانها، ما هو تعليق؟ طيب، دي واحدة من الليرات المرتبطة بعملية أو باتفاق جوبا للسلام تم توقيعه في 3 أكتوبر الماضي. من المهم جدا نحن فيما يتعلق بالحادثة الأخيرة، هي ما عندها اتصال أو تماس كبير بالقوى المشتركة اللي هي مهمتها الأساسية دي حماية المدنيين، لكن فيما يتصل بحادثة محمية الردوم أعتقد أنها محتاجة لجملة من الترتيبات، اللي هي بنتحدث عن تأهيل البنية التحتية أن يكون في طرق للتحرك عبر المحمية واستثمار ذات المحمية لأغراض أخرى، يعني ممكن خلق واقع اقتصادي مختلف، خيارات مختلفة. في تجارب عالمية، يعني في بعض الدول حفزت الشركة أو العصابات بتاعت المخدرات مثلا على زراعة الكيوي اللي هو بينتج أو العائد بتاعه أفضل من إنتاج المخدرات أو إنتاج القنب أو غيره من الأعشاب المخدرة أو النباتات المخدرة، ودي بحسابات اقتصادية. فممكن هنا برضو يحصل أنه كيف يحصل تغيير اقتصادي، ودي مهم جدا. إضافة لكده محتاجين لتعزيز القوات الأمنية والشرطية في هذه المناطق، محتاجين لتأهيل البنية التحتية. نتحدث عن منطقة الردوم، هي منطقة وعرة، في بعض الخريف بيكون مثلا الحركة فيها قد لا تتعسر بالمركبات، فالناس بتضطر. طيب، لماذا لم تتشكل القوى المشتركة حتى اللحظة؟ طبعا دي مع علم الحكومة بأهمية هذه الخطوة. طيب، أعتقد أنه دي تسعد منه بشكل أساسي الحكومة الانتقالية، لكن الواضح أنه في صعوبات تقنية. لكن أحداث الجنين الأخيرة أكدت على أهمية تسريع عملية تشكيل هذه القوات، ودي حتى مجلس الأمن والدفاع أكد على ضرورة تسريع تشكيل هذه القوات. أعتقد أن الأمر مربوط بجوانب يعني جوانب تقنية وجوانب مادية لتشكيل هذه القوات. نقول أن الحكومة استعجلت في إنهاء يعني بعثة يوناميد، إنهاء خدماتها بعثة يوناميد. ممكن ليس بهذا الشكل، ولكن أعتقد أن الحكومة تأخرت في تشكيل القوة. دي نقطة مهمة، مع الأخذ بالاعتبار أن يوناميد طوال تاريخها فشلت في حماية المدنيين. يعني يوناميد كانت موجودة في دارفور، وقعت عديد من الانتهاكات، وقعت عديد من الأحداث حتى في مدينة الجنينة، في مناطق أخرى العنف الغبلي بين القبائل المختلفة، كان هناك راح ضعية المئات والآلاف، يوناميد لم تحرك ساكنة. يوناميد حتى فشلت في حماية نفسها. الحديث على أن يوناميد هي التي كانت توفر الوضع الأمني في دارفور وغيرها هو حديث غير دقيق، ويمكن الرجوع للغاية السابقة أن يوناميد فشلت في حماية مركباتها، فشلت في حماية أفرادها. فنحن لابد أن نتذكر ذلك جيدا، أن يوناميد كانت واحدة للأمانة واحدة من البعثات الفاشلة التي لم تحقق الأغراض الأساسية التي أنشئت من أجلها. أعتقد أن الحل الأساسي والمسؤولية الأساسية هؤلاء المواطنين السودانيين، مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق الحكومة السودانية. أي شخص يعني يقتل أو أي شخص يصاب أو ممتلكات تنهب هي مسؤولية الحكومة السودانية، لأن هؤلاء مدنية وهؤلاء مواطنية، فهي مفترض أن تكون حريصة عليهم أكثر من أي شخص آخر.